عقدنا لقائنا الأول كان كورشة عمل تعريفية بالمشروع وانطلاقته بفلسطين، والحمد لله اليوم كان لقائنا الثاني لفريق رسل السلام. فريق جدا متحمس وبلشوا يحطوا الرسالة والأهداف لهذا الفريق، وإيش هي رؤيتنا لوضع برنامج رسل السلام بفلسطين، وإن شاء الله خلال الفترة الجاية بيكون وضحت كامل ملامح البرنامج بفلسطين وقدرنا ننفذه ونباشر بالعمل الميداني على أساس نخلق يكون لنا قدرة على التأثير بالمجتمع الفلسطيني. التحقت في الفريق الوطني لرسل السلام، كان انطلاقته قبل 3 أسابيع واليوم عندنا الاجتماع الثاني. كان أنا كثير متفائل بهذا المشروع، شعبي انتماء له، كثير حابب أعطي لهذا المشروع الوطني، كمان حابب كثير فخور بهذا المشروع، وكمان العمل على مستوى فلسطين للتنمية المجتمعية، وكمان نعكسه عالميا، نحط اسم فلسطين على الخارطة. اشتركت في رسل السلام لانها سمعت انها مجموعه كثير مميزه، والشباب والصبايا اللي بيشتغلوا معي كمان هم حابين يشتغلوا، حابين يتطوروا بفكره، وهي شغله كثير حلوه ورح تخلي اسم فلسطين ان شاء الله يطلع لقدام بكثير مشاركات دوليه عالميه، وان شاء الله تكون دائما فلسطين متميزه. شاركت بمشروع الوطني لرسل السلام، بتمنى ان شاء الله يلاقي الدعم المناسب لنلاقي فرصه لنحقق اللي خططنا له، وبنطمح في قسم السلام الوطني لان الفكره الاساسيه تبعتها هي كثير ساميه وكثير فعاله، واللي هي خدمه المجتمع او تفعيل السلام المجتمعي. نتخلي اسم فلسطيني بس في المحافل الدوليه ويكون لها اسم في العالم، هاي الفكره الاساسيه اللي بتخلي اللي بتسمح لها اي مواطن فلسطيني منتمي. مجموعة رسل السلام بطمح لأنه نقدر نوصل السلام المجتمعي في كافة فلسطين ونحقق إشي واقعي في مجتمعاتنا. شاركت في مشروع رسل السلام الوطني، حابة كتير، متشوقة كتير لأشوف شو الأشياء اللي رح نوصل لها، إن شاء الله نتلقى الدعم المادي والتقبل المجتمعي من كل الناس ويقدروا الأشياء اللي رح نسويها.